عودة شركات سياحة بريطانية إلى تنظيم الرحلات السياحية إلى تونس بعد انقطاع دام السنوات جراء سقوط عشرات القتلى البريطانيين في عملية مسلحة استهدفتهم في مدينة سوسة التونسية. وقالت شركة توماس كوك التي افتتحت هذه الرحلات الثلاثاء إن رحلاتها إلى مطار النفيضة التونسي لهذا الأسبوع كانت محجوزة بالكامل وأنها ستتواصل بمعدل 3 رحلات للأسبوع. وقال بيتر فانك هاوزر الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة فعلت كل ما بوسعها فيما يتعلق بالأمن، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من الحماقة القول إن أي وجهة آمنة 100%، وأن القرار جاء بعد تريث وإعداد. وتعتبر شركة توماس هوك أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد هجوم متشدد تونسي على سياح في مدينة سوسة وقتله 30 بريطانيا، وهو ما أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه فيما بعد بحسب ما أوردته مواقع إخبارية تونسية. وقد توقفت شركات السياحة الكبرى عن تنظيم الرحلات إلى تونس على خلفية الهجوم، وألغت جميع برامج قضاء الإجازات في تونس بعد إصدار وزارة الخارجية البريطانية تحذيرا بشأن الرحلات إلى تونس باستثناء الرحلات الضرورية. وعقب تخفيف الخارجية البريطانية تحذيرها من مستوى الخطورة العام الماضي، أعلنت شركات عديدة عن عودة رحلاتها السياحية، ومجموعة توي منظمة الرحلة التي سقط فيها الضحايا البريطانيون. وقالت مجموعة توي إنها تخطط لعرض قضاء العطل في تونس من جديد ابتداء من مايو المقبل، مضيفة أن استئناف الرحلات ناتج عن عودة الإقبال بحسب ما نسب لرئيسها التنفيذي فريدير كيوسن. وتبعد مدينة سوسة 140 كيلومترا عن تونس العاصمة جنوبا، وكان الهجوم الذي عرفته ولقي فيه 30 بريطانيا مصرعهم في يونيو 2015.